ميكو في كوستاريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن كوستاريكا. كوستاريكا دولة في أمريكا الوسطى، أمريكا اللاتينية، تحدها دولة نيكاراغوا وتحدها دولة بنما. كوستاريكا مشهورة بالأجيال. كوستاريكا تحتاج تأشيرة لجميع الدول العربية، بس لو معاك تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية تقدر تدخل كوستاريكا، ولو معاك تأشيرة كندا تقدر تخش كوستاريكا بتأشيرة كندا. أما تأشيرة الشنغن فزمان كان مسموح بها تدخل كوستاريكا، ولكن الآن في سنة 2020 منعوا دخول كوستاريكا بتأشيرة كندا. كوستاريكا بالضبط بالضبط في أمريكا الجنوبية، في المنتصف بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. في المنتصف زي ما قلنا قبل كده، في الشمال نيكاراغوا، وفي الجنوب بنما، وفي الشرق البحر الكاريبي، وفي الغرب المحيط الهادئ. لا يوجد بها جيش، وتعتمد على التطبع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد بها حيوانات أليفة ومميزة مثل طائر الطنان. طائر الطنان ده حيوان مميز في كوستاريكا، وفيها حيوان اسمه الكسلان متواجد بكثرة، عامل زي القرد كده، هو ثروة للبلاد. يوجد بها شلالات من أفخم الشلالات في العالم، ويوجد بها براكين راكدة، وتوجد بها مجموعة جبال، والجبل المشهور هناك هو اسمه جبل مانويل أنطونيو، زي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. كوستاريكا مشهورة بالقهوة، وفيها من الفنادق والهوستل، والحياة فيها رخيصة جدا جدا جدا. تعتمد كوستاريكا على السياحة، الدخل الرئيسي للبلاد هو السياحة عن طريق الشلالات. يعني الشعب مختلف عن شعب أوروبا، متواضع، شعب سعيد. الرئيس الكوستاريكي طبعا متطبع مع الولايات المتحدة الأمريكية. في العيد الوطني للبلاد غلق الانترنت وأباح كل شيء داخل الدولة في يوم العيد الوطني. فكوستاريكا بلد جميل جميل للسياحة. كل هدفي انك تستفيد وتكون سعيد.